يا هلا والله بمهمة لاس فانتورس. صح اننا لعبنا شباب القليل منها في الفيديو السابق وهكذا، لكن صراحة اعجبني الوضع لما صرنا نلعب مهمة لاس فانتورس. قربنا من تختيم اللعبة شباب. لا تنسى والله الاشتراك، وطبعا رمضان كريم شباب. ويلا خلينا نبدأ يا حبيبي. ما اسم المهمة؟ فيردانت مود. لا يهمنا اسم المهمة يا حبيبي، دعونا نذهب الى تلك العلامة اللي ظهرت شباب جديدة، علم الطائرة. أوكي نعم شباب موجودة هنا، يلا دعونا نذهب إليها، لكن لم يضعوا لنا أي سيارة أو شيء لكي نذهب. المهم يلا شباب سأذهب إلى ذلك المكان. أوكي شباب يلا يلا قربنا نوصل يا حبيبي. نايس نايس السياقة، نايس تحسنت قليلا في السياقة شباب، لا تلاحظون؟ نعم يلا دعونا نذهب إلى هنا، ولا تقول لي نشتري المكان لازم. يلا يلا نعم يلا خلينا نشوف شباب. نعم نشتريه. أوكي 80 ألف يا حبيبي، يلا ادفع لي مالا عادي جدا، ما راح تفرق اصلا، هم يعطونا مال كثير لما نفوز بالمهمات وهكذا. الان شباب جميل جدا اشترينا هذا المكان. ستظهر لي مهمة ام لا شباب؟ لا ادري. اوكي اظن المهمات اللي لازم نلعبها هي حرف الاس الاحمر شباب، اظن لازم يعني نلعب هذه المهمات لكي نكمل يعني في المهمات اللي نلعبها الباقية وهكذا. فلازم نلعب هذه المهمة. نعم يلا مهمات السياق الان شباب، المهمات الصعبة وهكذا ضروري الان نلعبها يا حبيبي. اوكي اي ليش خارج تدخل؟ نعم الان بدت شباب. اوكي هذه هي المهمة الاولى، ستارت يا حبيبي. روح وش راح نسوي؟ فقط نطير بالطائرة شباب، وأظن الفيديو راح يكون فقط هذه المهمة شباب، أو لا أدري إذا هكذا راح أضيف مهمة فقط زيادة أو مهمتين يعني، ما راح أطول شباب في الفيديو. المهم يلا، لأني أظن هذه المهمة شباب الخاصة بالطيران وهكذا، مهمة القيادة وهكذا الطائرة هذه ستكون مرة طويلة مرة. أو نايس نايس نايس، يلا ادخل في هذه الدائرة الحمراء، يلا اللي بعده يا حبيبي. اوكي اوكي ادخل ادخل نايس. اوه فزت. اوكي جميل، سهلة سهلة الأولى، سهلة شوية، هذه هي الثانية. يلا ستارت يا حبيبي. اوكي هذه بدينا ونحن طايرين شباب، الآن النزول. نعم يعلمونا كيف ننزل، لقد نزلت العجلات. يلا اوه أظن نزلت في وقت مبكر شباب، لا أدري. يلا 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 لازم نوقفها في الدائرة الحمراء. يلا انزلي، توقف توقف، يلا فرامل فرامل. اوه في الدائرة الحمراء جميل جدا. يلا اللي بعده. ستارت ستارت. ويش كورس اختار هكذا. يلا خلينا نشوف شباب ما هذه المهمة يعني الخاصة بالطيران، تعلم قيادة الطائرات شباب وهكذا يعلمونا، وأظن راح تكون الباقي المهمات وهكذا فقط قيادة الطائرات شباب أظن يعني، إذا ما خاب ظني، أو فقط مهمة معينة أظن. نعم مهمة معينة شباب هكذا، شوية مهمة خاصة بالطائرة وشوية مهمة، لكن لماذا لازم نتعلم وهكذا شو في لعبة جي تي اي سان اندرس؟ قود وفقط، لماذا تتعلم أصلا؟ ليست لماذا تتعلم وهي ليس بتلك الصعوبة، عادي ايزي. ها ترون شباب كيف اقود وهكذا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تف تف تف. والله محترف، اظن اعطيت نفسي عين شباب. يلا 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 اي تشيك بو، اعطيت نفسي عين يا ربي، اخذت التشيك بوينت جميل شباب، ظننت باني لم اخذها. واو وبعد نعيد دورة من جديد لكي ناخذ تلك التشيك بوينت. يلا خذها، لازم اركز شباب اركز، وما احاول ما اتكلم كثير عن قيادتي وما ادري ايش، لاني اعرف نفسي راح اضرب، راح اعطي نفسي عين. يلا اللي بعده. اوكي ستارت ستارت، اختار هكذا خلاص. اللي بعده هذه اخرى شباب على ما اظن. نعم هي اخرى، يلا طير يلا اطلعي. نعم هكذا خلينا نشوف شباب ما هل هذه يعني مختلفة أم لا. المهم كيف حالكم شباب، أتمنى تكونوا بخير. هل تعجبكم مقاطعي يعني هكذا مقاطع التختيم شباب، هل هي تعجبكم وهكذا؟ هل تريدون أن كل يوم شباب يعني مقطع تختيم أو مقطعين يعني
أو ننوع شباب من فترة لفترة، أو فقط نبقى تختيم حتى نكمل تختيم اللعبة. أخبروني في التعليقات وش يعجبكم. اللي يعجبكم راح نسويه إن شاء الله. أهم شيء أنتم، شيء أهم شيء. أوكي يلا أدخل في هذه. يلا اللي بعده، اللي بعده. يا وليد ركز ركز. نايس نايس نايس. مش لازم شيء أنك تدخل في النص، لازم فقط تلمس الخط الأحمر الخاص بالدائرة لكي تأخذ التشيك بوينت، ترون. لكن نحاول شباب ندخل في المنتصف، أظن هناك نقاط خاصة بها أو لا أدري. أوكي الآن ماذا؟ أوه هذه مختلفة شباب، لازم ننزل. أوه أظن غلط، غلطة غلطة غلطة. يا ربي يا ربي. أوه آه. مع الأسف خسرنا شباب، خسرنا. نعم خسرنا، لا تقول لي خسرنا أو نعم خسرنا. نعيد كل شيء. هيا يا شباب حان وقت الهبوط. أوكي هيا يا وليد، ليس كالأول. أوكي كذا الوضع. يا ربي مرة أخرى. هيا يا شباب هيا. أوكي انزل من الآن وليد. يلا 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 يلا، ضبطها وليد، ضبطها ضبطها. نحن نعتمد عليك. مع الأسف مع الأسف خاب ظني، خاب ظني. يا إلهي يا إلهي. يلا يلا توقفي. يا رب يا رب يا رب. يلا يلا قل لي فزت. يا الحمد لله شباب، والحمد لله، مع أن ليست 100% لكن فزنا. والآن مهمة الهليكوبتر. اوكي الان شباب نطير الهليكوبتر. يلا يعلمنا كيف هكذا، على ايش نضغط. سهل سهل، هذه سهله. كيب جوينج. يلا صعد صعد فوق فوق فوق. الماكسيموم. يلا اعلى حد تستطيع الوصول اليه. الان ماذا؟ تو ستوب. خلص اتوقف. الان دور بهذا الشكل، دور دور دور. اوكي اوه تشيك بوينت. يلا نروح اليها شباب بهذا الشكل. روح روح روح. يلا تحركي، لازم اضغط هكذا الاكس شباب لكي تذهب. نعم ونعمل الانالوج بهذا الشكل، ما نعملها اخر شيء. لازم شوية. اوه انزل 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 انزل. نعم قيادتها يعني قليلا صعبة شيء، قليلا الهليكوبتر ليست واضحة كثيرا. اوكي يلا ستارت اللي بعده شباب. الآن ماذا؟ أوه الآن هي طائرة ونقودها. وش راح نسوي الآن؟ تطلق. أوكي تطلق شباب، نعم تطلق صواريخ. أي تطلق صواريخ. ليه شباب أنا أضغط على الدائرة لكن لا تطلق صواريخ؟ لا أدري لماذا، أظن ما فتحوا لنا الطلق أو لا أدري، لكنها تطلق الرصاص. لا أدري، أظن معلق الزر لأني أضغط عليه ما يريد يضغط. المهم يلا دعونا نهبط هنا شباب. اهبط مباشرة فيها. أوكي 100% أكيد. نعم يلا هنا شباب لازم نفجرهم، ترون انظروا كيف. لذلك راح نفجرهم. هذا الزر الخاص بإطلاق شباب الصواريخ لا يعمل، لا أدري لماذا، أنا أضغط عليه لا يعمل، لكن الزر الخاص بإطلاق الرصاص يعمل شباب. ها اضغط عليه يعمل عادي يعني، لذلك راح نعتمد عليه. يلا اصلا مو لازم انك تطلق عليهم بالرصاص، عفوا بالصواريخ. فجروا ما كذا فقط. بوم بوم. يلا اللي بعد. اوه رائع. يلا اللي بعده صعبة شوية، راح تكون صعبة. روح روح روح، هناك وقت. يلا نحاول ننهيها في اقل وقت ممكن يا حبيبي. هيا هيا راح راح راح. اوه هذه المرة الهدف يتحرك شيء، ترون السيارة تتحرك. اطلق اطلق عليهم من الان، يمكن تصيبهم بالحظ. يلا 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 يلا. بام الاولى. يلا بس يلا، مع نفسكم اشرار وهكذا اعداء. يلا فجرهم. اوكي يلا الان شباب نذهب الى هذا التشيك بوينت او العلامة الحمراء لكي ننزل ونفوز إن شاء الله، لما لا. يلا إلى الآن دقيقة شباب، استغرقنا في هذه المرحلة. نعم مرحلة الهليكوبتر هذه، وحاول تنزلها في تشيك بوينت يا وليد لكي تأخذ 100%. نريد 100%. أوكي إن شاء الله 100%. 87%. يلا معلش
هذه خلاص شوف، انتهينا من مهام الهليكوبتر. هذه المرة هذه الطائرة، طائرة اللفات والحركات وما ادري ايش. هيا شوف كما ورانا في الفيديو، لازم ندورها. يلا روح يا رب ويقبلها. اي ما قبلها، وطشت. نجربها مرة اخرى، لما لا؟ هكذا اوكي. ادخل الان، ندخل شوف الان، ندخل. نعم دخلت. الآن نسوي كيف؟ ليش خسرت؟ وطشيت. لازم شباب أعمل حركات، يلا راح تشوفون كيف. أظن لازم أدخل في الدائرة الحمراء وأسوي الحركة، ليس من قبل يعني. أوكي أدخل وسوي الحركة، يلا سوي. هيك ليش؟ سويها يلا. أوكي نايس نايس، جميل جميل جدا، رائع. فاك يو بيتش، ادخل في الدائرة الحمراء بعدها سوي الحركة، يلا روح يلا. اوكي اقبلها، قبلها قبلها شباب. الآن ماذا؟ نسوي حركة أخرى، يلا فزت. ووو شباب نايس جميل، يعني لازم تدخل في الدائرة الحمراء. يلا الحركة اللي بعدها، وهذه المرة نلف شباب، ليس إلى فوق، إلى اليمين أو إلى اليسار يعني كما تعرف أنت. يلا أنا راح أدور شباب إلى اليسار، يلا أوكي نايس، لأني أرى بأن لليسار يعني سهلة بعض الشيء. أوكي أدخل في الدائرة الحمراء بعدها أعمل الحركة هكذا، أعمل الحركة. أوكي اوكي جميل جميل، قبلوها قبلوها شباب نايس 100%. روح والله رائع. الان شباب مرحلة المظلة يا حبيبي، لازم ننزل في المكان المناسب. اوكي يلا روح روح. اين هي؟ ترى نشوف في الخريطة العلامة الصفراء، لازم ننزل فيها مباشرة، راح تشوفون. ترونها تلك الدائرة الحمراء شباب، انا اراها الان، انتم ايضا اظن انكم ترونها شباب لانها مبينة. اوكي افتح الان شباب، لازم مباشرة اجي فيها شباب، سي جي ياتي فيها مباشرة. سافتح سافتح يلا. اوكي اظن ان شاء الله اكون فتحتها في الوقت المناسب، اظن اني في الوقت المناسب شباب. يلا لازم اوزنها شباب، راح احاول انزلها في النص، اظن هي فقط يقبلوا في النص فقط شباب، ما يقبلوا يعني انك تنزل يعني هكذا قريب منها او هكذا، لازم في النص مباشرة. راح نحاول شباب، اظن انها ليست بتلك الصعوبة شباب، انا صراحة لا تأتيني صعبة هذا، فقط الصعبة اللي هي قيادة تلك الطائرة، طائرة الحركات وهكذا. يلا 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 بوم. اوكي 92%، جيد جدا، افضل من لا شيء، فزت. واو جميل رائع جدا، خرافي يا حبيبي. الان شباب خلاص افتكينا من مهمات الطائرة الصعبة، صراحة هذه المهمات من المهمات الصعبة. نعم الان راح اعمل سيف يا حبيبي. مكالمة، اوكي راح اعمل سيف شباب مباشرة. يلا بما اننا قريبين شباب الى هذا المكان، خلينا نلعب زيادة هذه المهمة، مهمة الطائرة المفروض ننوع، لكن يلا شباب بما اننا قريبين لهذا المكان خلينا نلعب هذه المهمة. يلا قلنا اركب هذه الطائرة شباب اللي لعبنا مهمتها قبل قليل. المهم دعونا نذهب شباب الى نطيرها، يلا اولا نطيرها كما تعلمنا وهكذا. نايس جميل جميل، طلعت منها فائدة شباب لما تتعلم وهكذا، أكيد منها فائدة، اللي ما يعرف يسوق الطائرة وهكذا يتعلم من تلك مهمة القيادة، لأنهم جعلوها شباب تلك المهمات ضرورية شباب، لازم تلعبها لكي تستمر يعني في مهمة الرئيسية للعبة. وأيضا شباب هذه المهمة لازم تكون يعني قريب من الأرض، لا ترتفع نهائيا، إذا ارتفعت سيمتلئ ذلك الخط شباب اللي فوق، ترونه وقت 9 دقائق، وأيضا يوجد تحته خط، إذا امتلأ ستأتي إلينا طائرات الهايدرا شباب، الطائرات النفاثة، ويفجرون التفجير. مع الأسف أنا اللي راح أفجر نفسي من دون ما يفجروني. اوكي راح نسقط في البحر، ارتفعي ارتفعي ارجوك ارتفعي. ما هذه القيادة المتخلفة يا شباب، صدمت مرة اخرى في الشجرة، يا الهي اصبحت قيادتها مرة صعبة، اظن اني ساعيد المهمة شباب. نعم لانه انا اتعذب معها صراحة. يلا 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 با
بام بس يلا خلينا نعيد وما نتعذب. اوه يلا شباب يلا قربنا قربنا. هاي هاي اوه امتلأ ذلك الخط سيطلقون علينا، لكن يلا ادخل ادخل ادخل. نايس دخلت دخلت. الآن يجب علي أن أرجع شباب من نفس المكان اللي ذهبت منه. يلا قاعدين يطلقون علي شباب، لازم أراوغ أراوغ، ما أخليهم يصيبوني. ترون تلك العلامة الحمراء شباب اللي في الخريطة؟ هي طائرة الهايدرا، الطائرة النفاثة، قاعدة تطلق علي الصواريخ وهكذا. أصابتني. الله أوف 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 أوف. واو أوكي كذا الوضع. يلا يلا حاول تقود في الأسفل. يلا يلا يا رب وينقلعوا شباب. أوكي أظن انقلعوا خلاص. يلا روحوا روحوا، أظن خلاص روحوا. اصطدمت فيه يا شباب، لاحظتم؟ روحوا يلا، وأظن ما راح يروحوا شو، حتى إذا يعني ذلك الخط نقص وهكذا يبقوا يتبعوني، لكن ما يطلقوا. لا أدري لا أدري شو، المهم لا علينا، خلينا منهم شو، خلينا نذهب إلى تلك العلامة الصفراء. يلا راوغ 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 راوغ. يا الله وطشت. يا رب أوصل شباب، يا رب أوصل يا رب أوصل. والله جلد جلد بأتم معنى الكلمة هذه المهمة. أنا أريد النزول لكن لا تريد هذه الطائرة. انظروا وطشت، ترون شباب قيادتها أصبحت صعبة جدا. ارتفع ارتفع. واو يا قيادتها كيف أصبحت؟ ارتفع. يا ربي واو والله مرة صعبة. يلا 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 واو يلا قربنا قربنا قربنا. يا الله يا الله يا الله يلا يلا اهبطي اهبطي اهبطي، خلينا نتخلص من هذه المهمة. أرجوك 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 أرجوك. يا الله تشيك بوينت. يلا يلا خلص خلاص يلا. اوف يا المهمة الجلد. الحمد لله شباب الحمد لله، والله يا انها مرة جلد هذه المهمة. اخيرا فزنا فيها اخيرا، لان على طول اعمل سيف على طول من دون ما الف لا يمين ولا يسار. يلا الان شباب خلونا نشوف هذه المهمة. انظروا علامتها هكذا الصفراء شباب، غريبة جدا صراحة. سندخل الى هذا المكان شباب اللي هو الكازينو يا حبيبي. انظروا اوكي استغفر الله، نحن في رمضان شباب، نحن في رمضان، المفروض لا نكون موجودين في هذا المكان، لكن يلا نحن موجودين فقط من اجل هذه المهمة، ما راح نلعب في القمار وهذه الاشياء. يلا يلا ادخل ادخل يا حبيبي. اوكي ما هذه المهمة شو ترون ذلك الشخص؟ ما به صراحة عجزت شباب افهم ما فائدة هذه المهمة، لماذا يعني؟ اوكي لماذا يعني، ماذا جاء بذلك الشخص فوق السيارة؟ المهم يلا تخطاها بهذا الشكل، خلينا نلعبها شباب. يوجد خط فوق اظن لازم يمتلئ شباب، ولازم نحن نخوف ذلك الشخص شباب. نعم نخوفه، نسرع بالسيارة وهكذا لكي يخاف يمتلئ ذلك الخوف شباب. ترون فوق سكير او متر، سكير الخوف شباب، لازم يمتلئ ذلك الخط، لازم نزيد السرعة وهكذا، نذهب إلى الطريق السريع يا حبيبي لكي يخاف، ولما يخاف راح نفوز في المهمة. ثلاث نجمات. ترون شباب اوكي يعني يزيد التحدي، ثلاث نجمات ولازم نملأ ذلك الخط. هيا بنا لا مشكلة. بدأ يمتلئ. يلا يلا شباب يلا اوكي، ولازم نحذر شباب ما نصدم وهكذا لانه سيموت ونخسر اكيد في المهمة. يلا خوف خوف يلا خف خف. يلا يلا اوكي هذه السرعة كلها وما زلت لم تخف بشكل كبير يعني. يلا خاف خاف بشكل كبير وحصل حادث. لا 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 كدنا ان نصدم فيه سيارة الشرطة شباب. نايس 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 نايس. يلا شباب ما رأيكم ان نرجع شباب او نكمل لكي يعني لا يكون الطريق طويل لما نرجع الى العلامة الصفراء اللي حددوها لنا لما يخاف وهكذا، لذلك راح ارجع. لا تقول لي لا تقول لي مع الاسف الغلطة. يا ربي شوف الزق الحظ المعفن اللي انا كسبته لا ادري كيف. غريب شباب هذه المرة لم احصل على ثلاث نجمات شرطة وهكذا.
سبحان الله، تتكلم عنها تجيك الشرطة وموتنا. ها شوفوا شوف، صدمت فينا الزق وخسرنا. يلا يلا قرب قرب شباب قرب. نعم نعم اوكي 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 يلا اعمل زيكزاك بهذا الشكل. نايس نايس نايس. لو 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 احذر ان تنقلب وهكذا نخسر. نايس شباب، الان نذهب الى تلك العلامة الصفراء اللي في الخريطة. هي قريبة جيد جدا، ولكن ثلاث نجمات شرطة يا حبيبي. يلا يلا معلش معلش. اوه اخيرا شباب اخيرا راح نفوز. والله فيديو اليوم صراحة مرة جلد شباب، خصوصا في تلك المهمة، مهمة الطائرة وهكذا، وأيضا هذه المهمة انجلدت فيها شباب. ما نتكلم عن مهمة الطائرة الأولى شباب، مهمة قيادة الطائرات، يعني متوسطة عادية جدا، لكن هذه المهمتين والله مرة صعبة حرفيا، خصوصا شباب المهمة يعني الثانية، مهمة الطائرة الثانية مرة صعبة. يلا أخيرا فزنا يا حبيبي. في آخر الفيديو شباب لا تنسى والله كل اشتراك، ويلا اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، ومع السلامة.